أعزائنا الطلبة متابعي فضائية العراق التربوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نكون معاكم في درس جديد من دروس مادة الحاسوب للصف الأول متوسط. اليوم إن شاء الله راح نكون في الوحدة الرابعة الفصل الثاني درس الثاني اللي هو اسم النطاق وشبكة الانترنت. طبعا بالدرس السابق أنا وياكم عرفنا العناوين التعريفية لشبكة الانترنت وعرفناها ماذا تعني وكيف أتصفح الانترنت، أيضا اطلعنا عليه. أوكي، وصلنا إلى ماذا يعني متصفح الانترنت. خلينا نشوف أنا وياكم ماذا يعني متصفح الانترنت ونشوف هذا المتصفح. طبعا متصفح الانترنت دائما يعرف بأنه برنامج يثبت على جهاز الحاسوب والأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية التي تستخدم كعميل. أوكي، تكمن وظيفته لتأمين الاتصال بالخوادم والإفادة من خدمات الانترنت التي يوفرها، إذ يكتب اسم النطاق الخاص بالخادم أو الصفحة المراد الاتصال بها في شريط العنوان من المتصفح، ويقوم المتصفح بالاتصال بالخادم المطلوب لإنجاز العمل. دائما متصفح الانترنت طبعا هو حلقة الوصل بيننا إحنا وبين شبكة الانترنت. أني أي موقع أي عنوان أريد أوصل له على الشبكة لازم أنه أستخدم متصفح الانترنت. اليوم أني إذا أريد أوصل للموقع مال وزارة التربية لازم أنه من خلال متصفح الانترنت. إذا أني دا أشتغل على الكمبيوتر على جهاز الحاسوب وأريد أوصل إلى منصة نيوتن التعليمية أيضا أنه لازم أستخدم متصفح الانترنت. جهاز الموبايل استخدم متصفح الانترنت او ممكن ان استخدم التطبيق وهكذا. فمتصفح الانترنت هو حلقة الوصل بين المستخدم وبين كل العناوين والمواقع اللي موجودة على شبكة الانترنت. هذا هو تعريف متصفح الانترنت. طبعا هنا دي يقول ايضا هنالك انواع مختلفة من متصفحات الانترنت، اوكي، تؤدي جميعها المهام الرئيسة نفسها من الاتصال بالخادم وجلب البيانات. وللتعرف اوكي على متصفح الانترنت سنتطرق الى المتصفح المجاني اللي هو جوجل كروم اللي طورته شركة جوجل، اوكي، ونتعرف الى بعض المكونات والخصائص والمميزات الأساسية التي تكون في الغالب متوافرة في أغلب المتصفحات. طبعاً متصفحات الإنترنت هواية عندي، طبعاً تفرق هاي المتصفحات يعني بالشركات اللي أنتجت هاي المتصفحات. عندي متصفح جوجل كروم، عندي متصفح موزيلا فايرفوكس، عندي سفاري، عندي أوبرا، عندي إنترنت إكسبلورر اللي هو المتصفح الخاص بشركة مايكروسوفت إلى آخره من المتصفحات. كل ذني المتصفحات اللي نتكلم عنهن هن مثل ما قلنا هن حلقة الوصل بيني وبين شبكة دولية شبكة الانترنت. زين، احنا طبعا راح ناخذ متصفح جوجل كروم كمثال على هذه المتصفحات. هذا هو جوجل كروم، هاي الصفحة الرئيسية اللي انتم تشوفوها امامكم. اوكي، هنا طبعا اقدر اكتب بحث مالتي واضغط على بحث. اوكي، هذه علامة التوييب، هنا راح يكون عندي زر اغلاق الى اخره، احنا كلها مفصليها في ادناها. مثل ما تشوفون هذا هسه عندي شريط العنوان. طبعا شريط العنوان يكون متوافر في كل انواع المتصفحات، وعنده نكتب اسم النطاق الخادم او الصفحة المراد الاتصال بها، وسيقوم المتصفح بعملية الاتصال. خلينا نشوفها أنا وياكم بالمتصفح. هذا المتصفح مالتي، أنا أقدر أكتب هنا، هذا هو شريط العنوان اللي تشوفوه، أي عنوان هنا أقدر أكتبه، أوكي، ومن ثم أكتب هنا www. مثلاً، أوكي، EDU مثلاً إيراك، مثلاً على سبيل المثال .IQ، أوكي، وهكذا، أوكي، أو Ministry of Education إلى آخره. راح نكتب من نكتب education okay edu.iraq.iq، ايش راح يصير عندي؟ راح يوديني لهذا العنوان اللي كتبته انا.
فهذه هي المتصفحات اللي أو عفوا شريط العنوان اللي ممكن أنها تعامل وياه. في شريط العنوان طبعا هو متوافر في كل أنواع المتصفحات، نقوم بكتابة العنوان مالت الصفحة المراد الاتصال بها، ويقوم المتصفح هنا بعملية الاتصال. طبعا كل عنوان احنا نكتبه يمكن حفظه اوكي حتى نرجع الى بوقت لاحق اوكي، من خلال عن طريق علامة النجمة الموجودة على امتداد شريط العنوان. هنا مثل ما تشوفون اقدر اكتب العنوان وانه اقدر اخلي انه هذا العنوان مميز. هذه ايضا شريط العنوان اللي موجود عندي. خلي نروح انا وياكم للصفحه اللي بعدها، شوف شنو عندنا. عندي شريط البحث اوكي، هذا شريط البحث، خلي اسوي زوم عليه حتى نقراه بصوره واضحه، وناخذ معه ايضا شريط البحث. من الممكن البحث ايضا عن الكلمه المفتاحيه، وذلك بكتابتها في شريط البحث تظهر النتائج بالطريقه التي ظهرت عند كتابة الكلمة المفتاحية في شريط العنوان. كما يمتلك هذا المتصفح خاصية البحث الصوتي التي تميز هذا المتصفح من غيره، فعند الضغط على إشارة الميكروفون بجانب شريط البحث يمكنك التحدث بكلمات أو جمل، وسيقوم المتصفح بالبحث واسترجاع أوكي نتائج، وأن البحث الصوتي متوافر بلغات كثيرة من ضمنها اللغة العربية. خلينا نشوف أنا وياكم المتصفح حتى نشرح الشيء هذا. مرات أني هنا هذا ما حافظه أني، هذا العنوان اللي موجود عندي اللي تشوفونه هذا ما حافظه أني أوكي، فممكن أنه أكتب هنا أوكي، أكتب وزارة التربية العراقية باللغة العربية أوكي، أو أكتب Ministry of Education باللغة الإنجليزية، ومن ثم أضغط كلمة بحث أو أضغط Enter من الكيبورد، فرح يتم البحث عندي. كذلك هذا المتصفح ممكن أنه يبحث عن طريق الصوت، وطبعا هناك العديد من اللغات المتوافرة من ضمنها اللغة العربية. الجزء الثالث من المتصفحات عندي أنه يمكن التجوال بين الصفحات التي زرتها سابقا باستخدام الأسهم الموجودة، وكما يمكن إعادة تحميل الصفحة لتحديث بيانات الصفحة. هذا الشيء رح يكون هنا من خلال ذني الأسهم اللي تشوفوهن، من الممكن أنه أني أتنقل بين الصفحات، هاي ترجعني صفحة للخلف، هاي تقدمني صفحة للأمام، هذا ممكن أنه يسوي لي إعادة تحميل للصفحة اللي موجودة عندي. هذه أيضا موجود الأسهم، ممكن أنه من خلالها أنه أتجول. بعد شنو عندي هنا؟ خلينا نشوف أنا وياكم عفوا أخذها من جديد. هذه أيضا يمكن فتح علامة تبويب جديدة عند الضغط على أيقونة الزائد، فضلا عن التبويب الموجود نستطيع عن طريقة تصفح موقع جديد أو القيام بالبحث عن كلمات أو عبارات أخرى دون الحاجة إلى إغلاق الموقع الحالي. هذا شلون راح تتم العملية؟ من خلال هذا الزائد اللي تشوفونه، هذا الزائد بس أضغط عليه راح يفتح لي تبويب جديد، والموقع القديم إيش بيه؟ بقى عندي مثل ما تشوفوه هنا. كذلك يمكن إغلاق أي تبويب من التبويبات المفتوحة دون إغلاق المتصفح بشكل كامل من خلال علامة الأكس الخاصة بالتبويب المراد إغلاقه. هذه شلون راح تتم؟ تشوفون هاي الأكس، هذه الأكس اللي موجودة عندي، بس أضغط عليها راح شي يسوي يغلق لي التبويب اللي مفتوح لحالي بدون إغلاق متصفح بصورة كاملة. كذلك يمكن عرض المتصفح بالشكل المناسب، إذا يمكن غلق المتصفح بشكل كامل وذلك بغلق جميع التبويبات المفتوحة، تكبيرة وتصغيرة وضعه في شريط المهام. بدنا نتحدث أنا وياكم أعزائنا الطلبة عن ذني الأزرار الموجودة. هذه ممكن أنه تنزل لي بشريط المهام وأقدر أرجع مرة ثانية أصعدها منها. هذه ممكن أنه تكبره وتصغره، وهذه الأكس ممكن أنه تغلق التطبيق اللي موجود عندي. سبعة شريط الإشارات المرجعية. شريط الإشارات المرجعية يمكن من خلال الوصول للصفحات التي أشرت بوصفها بصفحات مرجعية من أيقونة النجمة موجودة على شريط العنوان. هذا أيضا من الممكن يكون عندي. عندي كذلك هنا آخر اثنين اللي هن 8 و9، يمكن إضافة اختصار عدد من المواقع للوصول إليها بشكل
مباشر عن طريق الضغط على اختصار الموقع المطلوب للوصول له دون الحاجة إلى كتابة العنوان أو البحث عنه في كل مرة نحتاج الوصول إليه. أوكي؟ ممكن أنه أضيف اختصار لعدد من المواقع المطلوب الوصول إليها. كذلك من الممكن شنو أنه اختصار أضيف للوصول المباشر لمجموعة من الخدمات التي توفرها شركة جوجل. أوكي؟ مثل البريد الإلكتروني، أقدر أضيف اختصار للبريد الإلكتروني، أقدر أضيف اختصار لخدمات الترجمة جوجل ترانسليت، وكذلك مؤشر التنبيهات مثل عدد الرسائل الجديدة المستلمة، بعض الخيارات الخاصة بالحساب الشخصي وإعداداته. طبعاً هنا أنا من الممكن أنه أضيف كل الاختصارات اللي عندي، تطلع هنا بشريط يسمونه شريط الاختصارات، هنا جوا شريط البحث، وممكن أنه هاي الاختصارات طبعاً كلها أنا أضيفها من خلال هذا النجمة اللي أنتم تشوفوها، أضيف هاي الاختصارات كلها، من الممكن أنه تنضاف إلى شريط الاختصارات. طبعاً هذا ما يخص درس اليوم اللي خاص بالمتصفحات وكيفية التعامل معها وأجزاء المتصفح. أتمنى أنه وصلت الفكرة من عنده. إن شاء الله راح نلتقيكم في دروس قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم في أمان الله وحفظه.